نهار 16 ماي 2003 انا وماما ما كناش في المغرب، كنا مسافرين. دوك جيت انا وماما حك بابا كان خدام وخويا تيقرا، وجينا غير حنايا بجوج. وبابا كان مشى يتعشى مع الاصدقاء ديالو والزملاء ديالو في لاكازا ديسبانيا، وخويا كان تيقرا، كان تيوجد البكالوريا. وعيت ليه بابا، قال ليه يجي تعشى معاه. ومع ديك قبل شويه من العشرة دليل دخلوا واحد جوج د الناس لاكاسا، ذبحوا السيد اللي كان في الباب، كنا تنسميوه الحاج. ودخلوا البلاصه اللي كان فيه الناس تياكلوا، والاول تفجر. بابا مات الدقه الاولى، وخويا كان شويه بعيد ملي وقع الانفجار الاول، وجا تيجري خايف، ما عارف شنو كاين. بابا باقي بغى يعتق بابا ولا تقلب عليه. وهي جا الولد الثاني وانفجر حتى هو، وخويا تضرب ما ماتش. ما كناش عارفين نهار 16 ماي في الليل، ما كناش عارفين شنو وقع، حيت مشينا نعسو بكري حتى الغد. لا الغد في الصباح كنا ساكنين عند واحد الصديق تاع الاسره، وملي فكنا لقينا كتب لينا واحد الرساله، وكتبها كان مشى يخدم، وقال لنا شعلوا التلفزيون حيت شنو جرى في المغرب. بدينا تنعيطوا في التليفون، بابا الطيب، الناس اللي تنعرفوا، العائله، هذا ما حتى واحد ما تيجاوبنا. حتى جاوبنا واحد السيد قال لنا خذوا دابا الطياره ورجعوا للمغرب، وفهمنا راه الطيب وبابا كانوا تما. الطيب بقى في الكوما واحد سيمانه، ومن بعد مات حتى هو. من بعد شنو جرى، كنت بحال اللي مهزوزه، بحال اللي ما جرى حتى حاجه. كنت تنفيق في الصباح ناسيه كاع، راه ما بقيتش تنحمل الصحفيين الكاميرا التلفزيون، الناس اللي الجمعيات، اللي قدر يدخل في حياتي ما بقيتش تيعجبني. والصحفيين بالخصوص، حيت من بعد الحادث كانوا تيكتبوا بزاف على شنو تيجرى، تيدوزونا في التلفزيون. دونك اذا مشيت تنخرج في الزنقه ولا هاد الناس تيعرفوني شكون انا، بنت الخمال. وليت تنسمى غير بنت الخمال، ماشي صفاء، وليت غير بنت الخمال. واحد الصحفيين وليت تنكرههم، حيت كتبوا بزاف د الحاجات، وراو بزاف د الحاجات بلا ما يسولونا، بلا ما هذا. وليت بحال حياتي ما بقاتش ديالي، بقيت هكا واحد عامين ولا 3 سنين ما تهضرش على هادشي، ما تنبكيش، ما تندير حتى حاجه. حتى واحد الوقيته حسيت براسي اذا ما هضرتش غنفجر حتى انا. وملي جيت لفرنسا تلاقيت بالجمعيه اللي هنايا تاع الضحايا، وتلاقيت بالضحايا الاخرين تاع العالم كامل، وفهمت راه ماشي انا ماشي بوحدي، كاين الناس اللي تاهما عاشوا هادشي ودابا باقيين عايشين، ولقاو الهدن في حياتهم والسعاده. وفهمت راه انا خصني نكون سعيده لراسي والطيب والبابا. وبردت عليا، بردوا عليا بزاف رحم الحزن، ورغم داكشي اللي كان صعيب بزاف اللي دوزناه انا وماما، وصلت لشي حاجه كمحاميه. ودرت داكشي اللي كان داير بابا، محاميه في حالو، اللي كان باغي يدير الطيب. وعجبني راسي في الخدمه اللي تندير. الناس اللي داروا التفجير الارهابي تاع 16 ماي ولا اي واحد، فراسهم بغاو يهدموا شي حاجه هما، ولكن ما هدموا حتى حاجه، قتلوا ولكن ما هدموش. اللي مات ما بقاش، ولكن الناس اللي بقاو عايشين بقاو حتى هما عايشين، ورجعوا قويين. بدا بالعكس، دابا فحال اللي
كل انسان قتلوه تينوضوا ليهم واحد 100 ولا 1000 تينوضوا اقوى من اللي كانوا قبل. دونك ما هدموا حتى حاجه، ما عمرهم ما هدموا حتى حاجه.